النصف والطويرف والكاف المدينة، وغير بعيد عن الكاف تواجه ولاية جندوبة موجة ثانية من التقلبات المناخية. وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة أوصت بأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الموجة، ودعت إلى ضرورة ضمان تزويد السوق المحلية بالمواد الغذائية وتمكين متسكني المرتفعات من قوارير الغاز والاستعداد لفتح الطرقات، على أن تبقى اللجان المحلية لمجابهة الكوارث بكل من عين دراهم وأطبرقة وغار الدماء وبلدة بوعوان في حال انعقاد دائم، وذلك لمتابعة تطور الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة في الإبان. وفي مسعى لمساعدة ضعاف الحال والمسلمين في المناطق التي تشهد تقلبات مناخية، أكد رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني وضع برنامج موجه لهذه الفئات ومساعدات تقدر قيمتها بأربعة ملايين دينار. لما خصصنا لها مساعدات على كامل الجمهورية 4 مليون دينار. فيما تتمثل هذه المساعدات؟ هي أولا مساعدات غذائية للعائلات الفقيرة، للعائلات المعوزة، محدودة الدخل، ثم أغطية صوفية، ملابس صوفية، حشايا. هذا يشمل 15,000 عائلة موزعة في كامل الجمهورية. الاختيار تاع العائلة هذه يتم بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بإشراف السيد الوالي في كل جهة. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتوصل الأجواء باردة الأيام المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة التي تتراوح ليلا في بعض المناطق بين 4 و8 درجات، وتكون في حدود الصفر بالمرتفعات.